تخليداً لذكرى الصحفية رشا الحرازي وجنينها، أقام صحفيون وإعلاميون وناشطون بعدن وقفة تضامنية بمشاركة ذوي الشهيدة وعدد من الرافضين لجرائم استهداف الصحفيين. الجريمة لا يمكن أن تسقط بالتقادم، بأن دم الصحفية رشا الحرازي وكل الصحفيين الذين تعرضوا للاغتيال يجب أن يتم تحقيق العدالة لهم. المشاركون نثروا الورود تخليدا لذكرى الصحفية رشا الحرازي وجنينها وجميع شهداء الوطن من الأسرة الصحفية، ودعوا إلى الإسراع في إجراءات القضية وتقديم الجنات للمحاكمة العادلة وتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم. نوصل رسالة إلى الإرهاب أن الصحافة والعمل الصحفي لا ينتهي، وإن استمروا في اغتيال في عدة اغتيالات في كثير من في تحقيق حصد المزيد من الأرواح البريئة. العشرات من الصحفيين اليمنيين تعرضوا للاستهداف والقتل كما تعرضت رشا في ظل الأوضاع الأمنية المتردية وفي ظل التراجع الملحوظ في مستوى الحماية التي يتوجب توفيرها للعاملين في الحقل الإعلامي.